woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. هلا شلونكم؟ رجعنا لكم تحدي جديد. تحدي النفاخات. بعجلة الحظ طبعا هي رقم النفاخات والعجلة كل نفس الأرقام. راح نفر العجلة مثلا يطلع لي رقم 7. راح ناخذ راح اختار النفاخة أنا واجيبها لو يطلع لي عقاب لو عفو. بس خليكم وين المقطع من قناة علوش عبوس. طبعا هسه رجعنا لكم راح نبدي حجرة ورقة ومقص واللي يفوز هو راح يبدي بالفر مال العجلة. يلا حجرة ورقة ومقص. يلا عفو رقم واحد اول شيء طبعا هسه طلع على رقم واحد راح اقعده منه انا هسه وراح نشسمه راح نخلي النفاخ راح نشد عيون اول شيء ونخلي النفاخه فوقه وهو يبقى وبس بس انتظرونا. طبعا هسه رجعنا لكم راح ابطها لي ونشوف شنو يطلع لي بالعقاب. ما جاتي ما قلت صوت حيوان ايش اسمه انا طبعا طلع لي مثل ما شفتوا طلع لي قلت صوت حيوان. هاي طلع لي قلت صوت حيوان وانا طبعا راح احط صوت حيوان. نروح الرقم 2 بس انتظرونا. هسه شباب لحظة تنفخ واشوف يا تحدي تعلم. طبعا انا خايف بس لا ماي لو مقلب. يلا هسه بس نبدي. حط وجهك بالطحين. هاي حط وجهك بالطحين. خاف يعني يقولون يغشون. كانوا خل نروح نجيب الطحين. طبعا هسه مثل ما شفت طلع لي انه احط راسي بالطحين وهسه راح احط راسي بالطحين هو راح يخلي راسي. يلا اول شيء خلنا نغني الاغنيه. يلا يلا طب وخشمي خرب انه كافي اعصابي على كافي اخذناكي. طبعا هسه بس راح اغسل وارجع ثوان. طبعا مثل ما شفتوا سوى الطب خلى راسي بالطحين واختناكي تهنوب وهسه راح انتي دوره. يلا فور قول بسم الله فور بسم الله. 7 هسه بس هنشد عيونه. طبعا هسه رجعنا لكم غمضنا عيني وراح ابط لنا النفاخة. جاهز؟ اي صوته يخوف كلش كلش يعني يخوف. اتصل وغني. طبعا هسه رجعنا لكم راح ندق على خالي عادل هو عايش بالعراق بس على راح يغني لي. شنو الاغنية راح تغني لي؟ لا تفكر ما حد ما حط عليك خوف ندق له؟ اي يلا نقول بسم الله. لا وتيفل معي. لا قوة الغني. يلا سلم سلم. ها شلونك؟ شلون صار عمارتك؟ أردي أغني لك أغنية. مثل ما شفتوا استوى يغني
خابر على خاطر بس خاف لا ردت فعل ولا هاي يعني ما كان يدري بس هسه راح من وين فرهان لو هو شكل ميراندا بس اللي ببطنه بس الله اللي يستر. شوفوا هسه شوفوا هسه راح اشرب وياه بابا.
طبعا هسه رجعنا لكم وهي هاي اخر وحده، لا يحتاج نشد عيني ولا يحتاج لها عجله. هسه راح نبطل ونشوف شنو العقاب اللي هي. اخاف. لا ما جات تنبط. ابطل يلا اظن خليه. ما جات تنبط والله. اي وين هو العقاب والله؟ والله كان خلينا طيب اكل بصل. وانت ما تقول لا اكل بصل مو اي والله اكل بصل يا حلو. اعطيني ارجع التعلاوي. حلو بصل انا حبه جا. يلا شباب على حاكي فوق الحراره. ما ماي ماكو. لا ما بعد كلك بعد كلك اخر عقاب كافي. طين علج طين علج. اترس حقي روح عمو. بس هنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى عجبكم، لا تنسون تعطونا لايك واشتراك بالقناه، واي فكره عندكم تكتبون اياها بالتعليقات. بس مع السلامه.